بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد أنواع كثيرة من القرميد. يوجد القرميد الإيطالي المستورد، ويوجد أيضا القرميد الإسباني المستورد، ويوجد أيضا القرميد اليوناني المستورد، بالإضافة للقرميد السعودي والقرميد الصيني، وأيضا يوجد القرميد المحلي أو القرميد المصري. وتختلف الأنواع، كذلك تختلف أشكال القرميد من نوع إلى نوع ومن شركة إلى شركة، وتختلف مقاسات القرميد، فتجد مقاس القرميد